والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أهلا بحضراتكم في برنامج البرنامج، وهو برنامج تلفزيوني جميل يختلف عن برنامج الأحزاب وعن برنامج المرشحين للرئاسة وعن برنامج السهرة. برنامج لطيف خفيف ظريف دكتور باسم. أهلا بكم في برنامج البرنامج. معانا كاتب مش ساخر خالص، كاتب صراحة مغلق في الجدية، ويتميز بكتاباته الجادة والكئيبة والحزينة في معظم الأحيان. معانا الكاتب اللي مش ساخر خالص، الأستاذ العظيم عمنا جلال عامر. ازاي بحضرتك؟ ازاي حضرتك يا أستاذ؟ أنا حضرتك، أنا بقالي دلوقتي مش عارف كام سنة بقرا كتاباتك ومش قادر أكمل المقالات بتاع سيادتك. أنا بموت على رقم الضحك. ربنا يخليك يا أستاذ، ربنا يخليك، توصلني ضحكتك والله. اسكندرية. إيه أخبار اسكندرية؟ اسكندرية مرية جميلة، جميلة اسكندرية. أنت عارف حضرتك من أيام حضرتك كنت بتكتب في الأهالي، وحضرتك زي ما إحنا عارفين إن الأهالي تبع حزب التجمع. أيوه. فحزب التجمع فمعنى كده إن هم شيوعيين وكفرة في نفس الوقت، فحضرتك كلمني عن تجربتك كراجل مرتد وعميل وشيوعي وانتيم ستالين. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. ليه يا فندم؟ انا احنا دلوقتي بعد الصوت انا ممكن دلوقتي اقول اي حاجه لاي حد. ايوه ايوه بالظبط. ما كله بيكفر كله الوقت وكله بيخون كله، بس ده مش حقيقي يعني. وممكن والله اوديك نمره ستالين تساله. لا طبعا. بمناسبه الراي الاخر، حضرتك كنت في مواقع ما كانش فيها راي اخر، انت حضرت ثلاث حروب. عديت ما تعورتش. حضرت ندوة ثقافية عوروني. ازاي؟ الندوة كانت بعنوان قبول الرأي الآخر، ولسه بنعترض، نرفع ايدي ما تنزل ايدك جدع انت اللي هناك. ده انا بس هقول، قال لي لا. طب عنوان الندوة؟ قال لي مالكش دعوة بعنوان الندوة، خليك في عنوان بيتكم. المهم ثلاث حروب ما تعورتش، تعورت في ندوة ثقافية. رأي آخر مين؟ هو احنا بتوع ده عمية وردة تتفتح؟ احنا بتوع ده عمية مطواط تتفتح؟ ما نقبلش الرأي الآخر. شعارنا معروف، تناقشني اناقشك، تخالفني اقتلك. راي اخر مين يا عم؟ بصرف النظر عن ذلك، حضرتك دلوقتي انا بحس ان كل واحد لما بيفتح بيقفل تاني. بيكتب، بلاقي مقالات، بلاقي ان اتنين مع بعض في نفس الصفحه وبيشتموا بعض. يعني انا حاسس ان هو اقرب له ان هو يبص جنبه في العمود اللي جنبه ويقول له يا باشا عيب كده. حته الاستنفار اللي موجود دلوقتي في المجتمع، الاراء المختلفه، سواء انت بقى مرجعيتك اسلاميه، مرجعيتك ليبراليه، مرجعيتك انك ترجع ورا، بقت فظيعه جدا. ازاي بتتعامل كده؟ يعني هل انت بتخوض التجربه دي، ولا انت عشان كاتب ساخر؟ لا انا بكتب لون مختلف. ولوحدي. وقعد في اسكندريه، كافي خيري شري. واخد بال سيادتك؟ كل حته، كل ما المثل بيقول لك ايه، لكل مطبخ صراصيره. كويس كده. انا بعيد عن صراصير المطبخ، بعيد عن الناس، وبعيد عن النخبه، وبعيد انت عن فوق، انت فوق النمليه. قاعد لوحدي. قاعد لوحدي عند ناحيه ابو العباس واسكندريه جدع ناس، بعيد عن الناس دي خالص. وبالتالي ما بيحصلش مشاكل الحمد لله يعني. بس هل انت خضت الموضوع ده قبل كده؟ يعني انت لما كنت كاتب في، لا كان واحد بس تعاركت معاه زمان، اللي هو الاستاذ عبد الله كمال. بس ده الوحيد اللي دخلت معاه في مشده. وقعدنا مثلا ايه، نردح لبعض مثلا ست اشهر حاجه زي كده. ليه؟ بمناسبه ايه؟ وهو اجر لي شويه عيال كده اهوت بالطبل وبتاع وكده اهوت، والحمد لله روقته يعني. ازاي؟ يعني اول حاجه كان ايه اصل الخلاف؟ اصل الخلاف ان هو راجل، اولا هو ايه يعني، متسق مع مبادئه ما اتغيرش. انما انا فوجئت في الفتره دي ان هو عضو لجنه السياسات، وعضو مجلس الصحافه، وعضو ما اعرفش ايه، وعضو في النادي ايه، وبعدين جاب اخوه مسكه قسم الاسرائيليات، وجاب اخوه الثاني مسكه كذا. فانا بكتب مقاله بحسن النيه بقول فيها يعني ايه، ان يعني احنا هنصرف الدعم للغلابه ولا لاخوات عبد الله كمال، ولا هنصرف على مين؟ واخد بال حضرتك؟ ولا هنصرف على مين؟ واقترحت ان احنا نعمل رسوم زي طابع الشرطه باسم اخوات عبد الله كمال يعني. واخد بال سيادتك؟ ما كذا اخ جوه روزا اليوسف، وبعدين سمعت انه عين ستاتهم كمان اللي هم متجوزين. واخد بال سيادتك؟ والله ما بكذب عليك، انا بقول لك اللي عرفته في الفتره دي. واخد بالك؟ فطبعا كتبت مقاله بقترح يعني ان احنا نعمل طابع قال كمال وكده. فيبدو ان هو زعل مني يعني، والله اعلم.
المهم تراشقنا بالقول وتنابذنا بالاقوال الى ان نصرنا الله والحمد لله رب العالمين وعدت على خير. يعني عملت ايه؟ رفعت العلم في الاخر ولا عملت ايه؟ والله حصل حاجات غريبه قوي. انا اللي حصل ان انا رحت قابلت خالته في اسكندريه، واخد بال سيادتك؟ عندنا ساكنه يعني ست طيبه جدا محترمه، امراه مصريه اصيله بس فقيره جدا. قالت لي هو بيتكلم على محدود دخل ايه؟ طب ما يشوف خالته، ده انا قاعده يعني في غلبانه ومش لاقيه وبتاع، وقعدت تدعي عليه. فانا كتبت يعني انت بتقول شعارات والمثل بيقول الاقربون اولى بالمعروف يعني، فانت تشوف خالتك. فلاني اخش بقى في خالته وبعدين اطلع على عمته وبتاع مش عارف ايه، راح قاطع الراجل وتوقف. بس انت ما دخلتش، هي اللي دخلت فيه، هي اللي دخلت عليه. والله انا معدي كده صدفه لقيت خالته، ما كنتش اقصد اروح لها يعني. على ذكر الدعوات، انت حكيت لي قاعدين بره كنت انت بتصلي في جامع القائد ابراهيم في احد مساجد اسكندريه يعني وكده، وبعدين الراجل عمال يقول لي اللي جنب مني بقى يعني راجل ملتزم قوي يعني يا رب بارك في امي، يا رب طول عمر امي، يا رب ارزق امي. قلت له طب وابوك؟ قال لي ابويا راجل اعرف اتصرف. بعد الفاصل. يعني كل واحد بيسالني مصر رايحه على فين؟ قبل ما تركب كنت تسال. سيادتك ليك آراء عميقة جدا في دور الشرطة في حياتنا والانفلات، قصدي الاستقرار الأمني اللي احنا عايشينه سواء قبل أو بعد الثورة. أنا حضرتك أنا كل ما أكلم واحد صاحبي ألاقي عربيته اتسرقت. أيوه. فأنت دلوقتي أنت شايف نحل المشكلة دي إزاي؟ بص أقول لحضرتك حاجة، أنا كان لي واحد صاحبي زمان الله يمسيه بالخير، ده كان جاي له عقد ومسافر الخليج. فاول حاجه عملها جهز الشنطه وجهز بتاعه، راح عامل شادر لابوه خد فيه العزاء، وابوه كان حي. فبنقول له ليه كده؟ قال لك ممكن يموت وانا مسافر، واخد بالك؟ ممكن الراجل يموت وانا مسافر، فانا يبقى عملت اللي عليا وعمل له شادر. فناس كتير بدات تاخد العزاء في الثوره قبل الاوان، واخد بالك؟ الثوره لسه فيها الروح، الثوره فيها الروح. وحكايه العربيات اللي بتتسرق ديت والفوضى والحوادث والسرقه وكده يعني اكيد لها نهايه، يعني خلال 10 12 سنه هتبقى 100 100. ده حاجه بسيطه يا فندم، حاجه بسيطه. بس انت مش ملاحظ فعلا ان الناس عماله تولول على موضوع الثوره وكل شويه يعني عمال يكلموا على ازمه السولار وازمه العيش؟ اللي يسمع كده كاننا مثلا كنا قاعدين في كاليفورنيا واحنا مش واخدين بالنا، كل شويه بنزين 80 خلص. ولا الثوره ما لهاش لا ذنب، يا الثوره ما قامتش بتطالب بالفوضى، بتطالب بالحريه. هي الناس استغلت الظروف، كل اللي له حاجه، اللي له طار عند واحد، اللي عايز فلوس من واحد، اللي نفسه ياخد عربيه واحد، اللي نفسه يستولي على شقه التاني، استغل فرصه الثوره وفرصه الهيجان والكلام ده وراح داخل في القصه. انما هي الثوره ما لهاش ذنب، حرام يعني هنحملها يعني. لا، ما هي دلوقتي بقت اللي بيحتص دلوقتي في اسيوط يقول لك ادي اللي خدناه من الثوره، ادي اللي خدناه من الثوره. لا، هي الثوره ما لهاش ذنب. القماشه يا باشا من غار الترزي والقماشه زي ما انت هارش. طب انت طول عمر كتاباتك كانت ضد النظام وضد مجلس الشعب وضد الحزب الوطني، احساسك لما يعني 25 يناير لغايه 11 فبراير، يعني انا شفت كتاباتك كان اتغيرت يوميها، انت احساسك انت الشخصي بعيد عن كتاباتك؟ انا احساسي الشخصي ان الخير جاي وان الناس دي مشت، فطلع يعني يا ثوره ما تمت والحكايات زي ما انت عارف كده هوت موجوده. وحكايه الفرن اللي انت بتقول عليها ديت دي تاكد ان احنا اعظم شعب في العالم. ازاي؟ احنا بنموت قدام الافران ومن غير هتلر. اليهود كانوا بيحتاجوا هتلر والبتاع والجيوش والكلام ده عشان يموتوا، انما احنا بسم الله ما شاء الله من غير هتلر ولا حاجه بنموت قدام الافران. احنا بنموت بره الفرن مش جوه الفرن، بره مش جوه يعني. في احلى من كده؟ لا، ما فيش. فيه وبعدين الفراعنه كانوا بيحنطوا الناس وهم نايمين، الموظفين دلوقتي بيحنطوا الناس وهم واقفين. احياء، عظمه، شعب متنوع. طب تمام، حاجه عظمه. حضرتك احنا اللي اخترعنا بالروح بالدم. ازاي؟ عارف جت منين؟ من سوق الفراخ. عايزه حيه يبقى بالروح، عايزه مدبوحه بالدم، فاتنقلت من سوق الخضار لسوق مصطفى محمود. حضرتك انت عباره عن ماكينه افيهات، ماكينه جمل رائعه وساخره،
ولكن انت تعاني من حاجه فظيعه جدا ومن زمان، حاجاتك بتتسرق من زمان، من قبل الثوره ومن بعد الثوره. من غير ما نذكر اسماء بس دي هتبقى يعني غرور، لكن والله اقسم بالله ما اقصد كده. يعني اكتر حاجه بتتسرق دلوقتي في مصر بعد العربيات الحان بليغ حمدي وكلمات جلال عامر. تمام. انا ما اجتمعتش في شغل موحد مع بليغ حمدي الله يرحمه، اجتمعته في السرقة. بس ربنا اراد ان هو يجمعني بعد وفاته، ان احنا الاثنين اكتر ناس بنتسرق، الحانه وكلماتي، ما اعرفش ليه سبحان الله. وحراميه هبل، ما كان عندنا واحد حرام اهبل اسمه ايبه، كان يخش المخزن من فوق بعد ما يكسره ويبذل مجهود ويخطط ويخش المخزن يعمل ايه؟ يشرب خمره وياكل ويصحى الصبح يفتح المخزن لو نايم، واخد بال ساعتك؟ ففي حراميه عبط بينقلها يعني مثلا طازه ما استنى. انا اقول لسيادتك كلمه، كان عندنا واحد والله زي ما بقول لحضرتك كان عنده مكنه تزييف عمله، فكان بيعمل الفلوس المعدنيه زمان، كان مستعجل لدرجه ساعات يطلع يشتري من الخردواتي والفلوس فيها رايش، عارف انت الرايش ما برضهاش، فالراجل قال له الفلوس فيها رايش، انت عندك مكنه راح ماسكه، كلمه كاتبها اول امبارح اتنشرت النهارده بعد 48 ساعه بالرايش بتاعها، طب اظبط لما تقيفها لما تبردها حراميه هوب. لا يعني انت كلامك كان بيتعمل بيه برامج كامله، كان بيتعمل بيه برامج كامله، وناس اتصيطت على حز على حس البرامج بتاعتك ديت. ده كل واحد بياخد نصيبه. كل واحد بياخد نصيبه. لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كلامك له ريحه مميزه. الله يخليك. يعني الله ممكن يخليك. الواحد يشتمها فما تضايقش. هو كان استاذ هيكل زمان يقول لك ايه، كلمات الكاتب مثل بصمات اصابعه. لما هم مسكوه وودوه عشان يحاكموه، فقال لهم ده انا اللي كاتب التوجيه الاستراتيجي لحرب اكتوبر، قالوا له اثبت، قال لهم اثبت ازاي؟ كلمات الكاتب مثل بصمات اصابعه. فمحبيني اللي بيحبني بصحيح بيعرف كتابتي وينقيها ويعرف ان هي مسروقه من 1000 جمله مكتوبه. تمام. والاكونت بتاعك على تويتر اللي هو بيحمل اسم جلال عامر ده، انا ما قلتليش ده حوالي 65 70 الف واحد. ده بتاع حضرتك ولا ابنك اللي عامل؟ والله انا ما بعرفش اشغل بوتاجاز حتى ولا كمبيوتر ولا اي حاجه، ما بعرفش اشغل حاجه. انا كنت مره كاتب على حكايه تشغيل عمري ولا شغلت عيالي حتى، اتخرجوا قاعدين جنبي، ما بعرفش اشغل حاجه. مره كتبت على باب الشقه ايه، انا عاطل ومراتي عاطله واولادي عاطلون لكن الاسانسير شغال، واخد بال سيادتك؟ فالحاجه الوحيده بشغلها الاسانسير غصب عني عشان ساكن في الدور ال11، واخد بال سيادتك؟ فما بعرفش اشغل الكمبيوتر، لكن المحبين ليا استاذ محمد كمال في لندن، ابني رامي كده، بعض الناس المحبين هم اللي عاملين لي تويتر، وكانت مجله فوربس الامريكيه منزلاني من اكثر الشخصيات تاثيرا في الشرق الاوسط على تويتر، رغم ان هم لو عرفوا ان انا ما بعرفش اشغل البوتاجاز ممكن كانوا شالوني. حضرتك انت احنا داخلين على الشتاء. الشتاء بالظبط. بس جوه الشتاء ده المفروض كان في قانون عزيز على قلبنا قوي. وحضرتك انت حتى ربطته بعلامات الساعه ان هو قانون الطوارئ. ما هو قانون الطوارئ من الحاجات اللي هتشال في الاخر خالص. اللي هي بقى ايه، تطلع الشمس من الغرب. واخد بال سيادتك؟ والناس تبدا تصحى والكلام ده، وبعدين اخر حاجه اتلغى قانون الطوارئ ثم تقوم الساعه. انما حكايه ان هم يلغوا قانون الطوارئ، لا هو بجد نفس سيادتك انت عارف الاميبا. الاميبا دي ما بتموتش. ليه ما بتموتش؟ بتنقسم اثنين والاثنين اربعه والاربعه سته زي انديه الدوري. انت عارف بدانا ب 11 نادي دلوقتي وصل 19. ما حدش بينزل. كله بيطلع، واخد بال سيادتك؟ فالاميبا دي ما بتموتش ابدا، لذلك يقول عليها خالده. خالده ليه؟ ما بتموتش زينا، لانها مش ناتجه من تزاوج انثى وذكر، ميل وفيميل، دي ناتجه من التكاثر، فتفضل موجوده مدى الحياه. قانون الطوارئ وكده. ليه بقى؟ احنا اصلنا من قبائل الطوارق. اصلنا من قبائل الطوارق. أيوة. انا شخصيا من عيله، من قبيله جت نزحت لمصر للمبايعه ثم استقرت فيها. كانت جايه تبايع، كانت جايه تعمل جاي وظيفتها تبايع، جايه تعمل مبايعه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بصراحه انا اهلاوي. طب انا كمان بحب الاهلي. بحب الاهلي من ايام صالح سليم. انت مزعلان على الاهلي الايام ديت؟ لا دي كبوه وتعدي. احنا بنقول كده كل سنه وبنكسب الدوري برضه. لا 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 دي كبوه كده وتعدي بس والله. الاهلي جميل. وانت يعني هسالك في المدربين، هل انت مقتنع بخوزيه؟ انا احب هيدوكوتي
وبعدين مات فحبيت جوزيه بقى. ده اللي بس ده هيدوكوتي مات. طب الله يرحمه. في النص يا بيه ما في النص كانوا مدربين عاديين. لا هيدوكوتي كانوا جابوا واحد قالوا عليه ايه اعمى، خد بالك اسمه كالوتشاي. كالوتشاي قالوا عليه اعمى وطلعوا اشاعه انه بقال وانه ما يعرفش. الراجل ده كان عنده 70 سنه غير ايام الجمعه، واخد بالك؟ ايه رايك جاب للاهلي الدوري والكاس والدوري بتاع افريقيا الثلاثه في موسم واحد قعده؟ فهي مش فكره اعمى ولا مش اعمى، ما فكره ان ده قدرته ايه. خد بالك الصحافه ساعات تهاجم واحد، ما ده كانوا بيهاجموه وجاب لهم الثلاث بطولات تمام. فجوزيه من المدربين العلامه. هو بس الفتره اللي قعدها بره بقى يعني ايه انجولا بوظته، وممكن يعني اتعلم من الصحراء السلفيه والحاجات دي يعني، ممكن اتغير فكره هناك يعني. شافه جاي مطول دقنه. ايه اقرب كتاباتك لنفسك يعني يعني لقلبك؟ ايه اقرب كتاباتك؟ كلهم اولادي. ما فيش كتاب معين انت؟ انا ليا كتابين، واحد اسمه مصر على كف عفريت واستقاله رئيس عربي، والاثنين صدروا قبل الثوره. بعد الثوره بقى احاول اجمع تويتر دي بتاعتي في كتاب عشان اللي عايز يسرق يبقى قريب من ايده، بدل ما يفتح الكمبيوتر وبتاعه كده تبقى قريبه من ايده يعني. ما فيش كتاب تاني يعني؟ في كتاب عن تويتر التالت جاي ان شاء الله. وكاتب كتاب وبتاع. كاتب حاجه كاتب الكتاب ده اقرب حاجه. ده كاتب اول حاجه بدات بيها. كاتب كتابك كتاب. بعد كده التجمع والاهالي والقاهره الثقافيه وكاتب كتابك مش ازاي والدستور والبديل والحاجات دي. كتابك انت مش ازاي؟ كتاب حياتي يا عين. ما شفت زي كتاب يا عم الله يرحمه. قول يا بي، انت زي ما بتضحك كده يعني متفائل بالثوره بتاعتنا، متفائل باللي جاي ولا هو ساتك في يقول لك نص الكوب الفاضي ونص الكوب المليان؟ تمام. عايز اقول لك حاجه بقى، انا جديده، مين اللي فوق؟ الفاضي بعد منه بيجي المليان. يا سلام، نستنى المليان. يا سلام، نستنى المليان. اصل انا عارف كل ما اقعد اسمع يقول لك نص الكوب الفاضي. انت بتبص لنص الكوب المليان. طب ما انت خد بالك ان الفاضي دائما عمرك شفت الفاضي تحت؟ لا طبعا، الفاضي فوق هيخلص وبعد كده يجي اللي تحت اللي مليان ان شاء الله. الصبر طيب. هو سؤال واحد بس عشان لازم يتسال في كل البرامج دلوقتي، مصر رايحه على فين؟ والله انا اللي كتبت يعني، كل واحد بيسالني مصر رايحه على فين. قبل ما تركب كنت تسال. استاذ جلال عامر، انا سعيد جدا بالحلقه الرائعه ديت يعني. شكرا لحضرتك جدا. شاكر فضلك يا سيدي. انا بس بطل ضحك وبعدين انا الحلقه. اعزائي المشاهدين شكرا ليكم، وان شاء الله نلتقي في حلقه ثانيه من برنامج البرنامج.